Salut à tous et salut à toutes. Salut mes chers élèves, j'espère qu'on entend, Inch'Allah. Et merci, premier mot, de me rejoindre à cette nouvelle vidéo. Inch'Allah, la leçon très importante, Binsbel Talamid, Dial Telta Edadi, Ljid al-Musharak, l'Ola Baccalauréat, Wahta Tania Baccalauréat, Wahta. الناس اللي باغيين يتعلموا اللغة الفرنسية ويتعلموا واحد لا كابسول دو لا كونجيغيزون. فهاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا جميع شنو هو الفرق ما بين لانطافي ولو باسي سامبل، يعني كيل سون لي فالور تمبوريل دو لانطافي اي دو باسي سامبل. كاملين كنعرفوا بان بزاف ديال الكلام دي عندهم مشكل، ولا بزاف ديال الناس عندهم مشكل في لا كونجيغيزون. ومن اهم الازمنه اللي كنلقاوهم متشابهين كنلقاو لامبارفي والباسي سامبل. التلاميذ ديال ثالثه اعدادي مطالبين باش انهم يكتبوا لنا واحد لا نوفيل وغيكتبوها بلي طون دو ريسي، وخصهم يستعملوا الباسي سامبل يستعملوا لامبارفي. فوقاش الوليدات ديالنا غيستعملوا الباسي سامبل، فوقاش غادي يستعملوا لامبارفي. كذلك فوقاش الناس اللي كيتعلموا اللغه الفرنسيه فوقاش يستعملوا الباسي سامبل خصوصا، وهذه نخليوها للتالي ديال الفيديو. عندي لكم واحد سوربريز غتعجبكم على الباسي سامبل، وحاجه واحده اخرى فوقاش كذلك نستعملوا لامبارفي. جميع هذه الاسئله ان شاء الله غادي نجاوبكم عليهم اخوتي، لان هذا الفيديو غادي يكون من اهم لي فيديو اللي كاينين على القناه الخاصه ديال الاستاذ يوسف فارس، واللي فيها ان شاء الله غادي نشوفوا كاملين شنو هو هاد لا ديفيرونس اللي محير الجميع، وكيفاش نعبروا بالباسي سامبل وكيفاش نعبروا بلامبارفي. ما نطولش عليك، خدمتك راك عارفها، تابونا في لاشين الا كنتي مازال جديد، خلي لنا واحد لايك وخلي واحد لي كومونتير. بغيت هاد لا فيديو يكون عليه واحد التفاعل خيالي من جهتكم، باش هكا حتى انا ما نقصرش ونزيد نحط لكم دي بليزيوغ فيديو اللي غادي ينفعوكم ان شاء الله تعالى. بارطاج لا فيديو افيك فوز امي، عارف هاد لا فيديو ان شاء الله ما غاديش ان شاء الله تعالى ما غاديش تحنوا في التفاعل، غادي يكون تفاعل كبير لانه فيديو منتظر. حتى لما كنتيش كتسناه راك غتحتاجو اكيد، لان بعض الاحيان كيعطيوكم ديز اكزيرسيس فوسط لا لونغ في داك الست نقاطات ان شاء الله تعالى، اللي كيقولوا لك تصرف شي زمان انت خصك تعرف واش الباسي سامبل ولا امبارفي، ولا كيعطيوك دي فراز من قلب النص وكيقول لك شنو هي لا فالور تومبوريل ولا لا فالور اللي كاينه في هاد لو طون فيربال اللي عندك، سوا امبارفي سوا لو باسي سامبل. دونك كاملين عندنا لي طون دو ريسي، غادي نشوفوا لامبارفي اي اوسي اون فا فوار لو باسي سامبل. ناخذوا دي كولور باش ان شاء الله غادي نحتاجوهم. ما تخلعكش الحبيب ديالي هاد السبوره، ما تخلعكش، تو سامبلومون راه كلشي ساهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. انت ركز معايا، ودائما راكم عارفين لا فامي فارس، الناس اللي هما من القدماء المحاربين يجيبوا لنا واحد الورقه والسيلو باش انهم يكنشوا. تري بيان، نبداو بالاشياء اللي كيتشابهوا فيهم الباسي سامبل ولامبارفي. فاش كيتشابهوا لامبارفي ولو باسي سامبل؟ عندهم واحد القاسم مشترك. شنو هو؟ بجوج بيهم سو سون دي طون دو ريسي، بجوج بيهم سو سون دي طون دو ريسي، يعني هما بجوج بيهم ازمنه ديال الماضي، ازمنه ديال الماضي. هذه واحد الحاجه اللي مشتركه فيهم، يعني الباسي سامبل كيعبر لنا على الباسي، حتى لامبارفي راه كيعبر لنا على الباسي واللي هو الماضي، ولكن ماشي ديما. فوقاش نعزل انا الباسي سامبل وفوقاش نعزل لامبارفي؟ نبداو بواحد الحاجه اللي كيتشابهوا فيها واحد شويه، وكاين واحد لا واحد الفرق بيناتهم، ولكن فرق كبير، حاول تركز معايا. دونك نمشيو الاول فالور، عندنا لامبارفي فيه 3 فالور، هادو اللي كاتبينهم بالاحمر هما لي فالور ديالهم، وهادوك اللي مكتوبين باللون بالنوار هادوك سو سون دي زيكزامبل، امثله باش تفهم مزيان. تري بيان، بالنسبه لامبارفي شنو كي اكسبريمي لينا؟ كي اكسبريمي لينا لا دوغي دون اكسيون. فاش كنهضر على لا دوغي هي المده الزمنيه ديال واحد لاكسيون، ديال واحد الحدث. دونك هنا كيكون اكسيون لونغ، دونك لامبارفي كيعبر لنا على واحد لاكسيون اللي طويله، واكسيون اللي هي لونغ. تري بيان، باغ كونطخ لو باسي سامبل، الباسي سامبل سي ان مومون دو ريسي، هي واحد اللحظه ديال الريسي،
هي واحد اللحظة ديال القصة. وهنا علاش حطينا القصة؟ ركز معايا مزيان. هنا كيعبر لنا على واحد لاكسيون بغاف، كيعبر لنا على واحد لاكسيون بغاف، يعني اكسيون اللي قصيرة. دونك اول اختلاف هو ان لامبارفي كيعبر لنا على واحد لاكسيون اللي طويلة، مي باغ كونطخ لو باسي سامبل كيعبر لنا على واحد لاكسيون اللي قصيرة، دونك اكسيون كورت او بيان اكسيون بغاف كيف ما عندنا هنايا، ولا لو بغينا نقولوا عليها اكسيون كورت. Très bien. Donc, on va prendre l'exemple de l'action qui est longue ou qui est l'imparfait qui est la durée de l'action. Donc, on dit là, il marchait. Donc, le verbe, on dit, il marchait. D'ailleurs, la terminaison, on va dire la vidéo de l'imparfait que je vais vous dire. Il marchait, on a été de longues heures. Il marchait, il était méchant. ساعات طويلة أترافير لا فوري، أترافير لا فوري يعني كان كيتمشى ساعات طويلة أترافير لا فوري. وهنا هاد لاكسيون ديال إيل مارشي، ما قلناش إيل مارشا، علاش؟ لأن لاكسيون ديال السير ديالو كانت واحد المدة واحد ساعات طوال. دونك هنا لا دوغي دو طون ديال هاد لاكسيون كانت واحد لا دوغي اللي هي لونغ، كانت واحد لاكسيون اللي هي لونغ. باغ كونطخ نمشي معاك باش تفهم تخي بيان، باغ كونطخ لو لاكسيون بغيف اللي كيمثلها ولا اللي كيعبرنا عليها اللي هو لو باسي سامبل. دونك لابخيميدي، لابخيميدي باينة لابخيميدي، إل ألا، هنا عندنا لو فيرب ألي هو فعل ذهب. À son rendez-vous. يعني في لابخيميدي مشى للرونديفو ديالو، ذهب إلى موعده. واش قال لنا بقى كيمشي؟ لا، قال لك مشى. دونك سيت اون أكسيون بغيف، سيت اون أكسيون كور. دونك هذه هي أول اختلاف بين لامبارفي و لو باسي سامبل. دابا غادي نمشي نركز لك غير على لامبارفي وحاول تركز معايا. بالنسبة دونك هذه la valeur numéro 1. On va mettre la valeur tania. بالنسبة للامبارفي عندنا une action répétée. واحد لاكسيون اللي كتعاود، واحد لاكسيون répétée. فاش كنهضر انا على واحد لاكسيون اللي هي répétée كنهضر ce qu'on appelle l'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire l'habitude? هي العادة، هي واحد الحاجة اللي كديرها بشكل متكرر. وهنا فاش كندير واحد الحاجه بشكل متكرر كنقولوا عليها سي تون ابيتود، يعني هي واحد العاده. دونك تري بيان، نعطيو مثال. دوران مون انفونس، يعني خلال طفولتي. دوران مون انفونس هذه كان قالها لنا الكاتب ليكريفا ماروكان احمد صفخاوي في لابوات اميرفاي. التلاميذ ديال الاولى بكالوريا راهم يكونوا عارفينها، والتلاميذ ديال الثالثه اعدادي باش انكم تكونوا ضاربين اطلاله وعارفين راسكم فين غادي تمشيو، وبها باش تفهموا حتى لا ديفيرونس ديال دوغون مون انفونس. جو باسي توجور، لو فيرب عندنا هو مصرف لامبارفي. قال لك اسيدي خلال طفولتي كنت، جو باسي سي لو فيرب باسي، يعني مره كنت كندوز مثلا يوميا لا فيت دو اشورا، كان كيدوز دائما لا فيت دو اشورا، يعني الحفل ديال عاشوراء ولا عاشوراء بصفه عامه. افيك مي غران بارون، كل عام كيدوز عاشوراء مع الجد والجده ديالو، افيك سي غران بارون. دونك هذا واحد لاكسيون اللي كتكرر كل سنة. دونك هادي سي تون اكسيون ريبيتي، فهاد اللحظة كنقولوا عليها لابيتود، يعني هو من العادة ديالو. شنو كيدير؟ كل عام كيدوز عاشوراء مع لي كغون بارون ديالو. وهادي واحد الميزة ولا واحد لافالور ديالاش ديال لامبارفي. دونك فين ما تبغي تعبر على واحد لابيتود عندك، ولا تلقى واحد لافخاز اللي فيها واحد الحاجة اللي كتكرر تولي جور توجور تولي ماتان، واحد الحاجه اللي كتعاود دائما اكسيون ريبيتي، كتعرف بانها لامبارفي. تري بيان، باينه. نمشيو لاكسيون ولا لا فالور نيميرو 3 بالنسبه لامبارفي. سي اكسبريم او بيان لامبارفي اكسبريم اون ديسكريبسيون. كيسك سا فو دير لا ديسكريبسيون؟ هي الوصف. هو Par exemple, une personne décrit un lieu, décrit
par exemple une personne, décrire un animal et des autres exemples, etc. Donc là, fais-je qu'on goulou là la description qu'on goulou l'oiseau. يعني مثلا غنوصف واحد الشخص غنوصف واحد الحاجه غنوصف واحد ليفينمون هنا كنستعملوا لامبارفي ناخذ ليكزامبل هنا فيكتور هيغو غادي يقول لنا في لو ديرني جور دان كونداني هذا واحد الكتاب اللي غيقراوه التلاميذ ديال الاولى بكالوريا كنحاولوا نعطيكم دي زيكزامبل اللي هما واضحين باش انكم غتحتاجوهم دائما وابدا تري بيان سون سيجور اون بريزون لو بريزون الدراري هو السجن يعني قال لك سون سيجور هي الاقامه ديالو في السجن لو بريزون اخذ الفوكابولير هو السجن ايتي فوالا تري بيان قال لك سيدي لو سيجور ديالو في السجن كيف كان ايتي اون فيريتابل سوفرانس كيس كو سافي دير فيريتابل هي حقيقي ولا حقيقيه وسوفرانس هي معاناه حقيقيه قال لك الاقامه ديالو في السجن كانت عبارة على ماذا؟ على معاناة حقيقية وهنا كيوصف لنا لو سيجور ديالو وكيوصف لنا كيفاش كانت الإقامة ديالو في السجن دونك هنا عندنا لا ديسكريبسيون ديال واحد ليفينمون ديال الإقامة ديالو فين ولا ديال واحد لاكسيون فين في السجن اللي هو لو بريزون هنا سالينا مع لامبارفي نعاود لامبارفي لي فالور ديالو عندنا واحد لاكسيون لونغ عندنا كذلك فاش كنستعملوه في واحد لاكسيون ريبيتي اللي هي لابيتود وكنستعملوه كذلك في لا ديسكريبسيون تو سامبلومون عنده ثلاثه ديال لي فالور نمشي شفنا بالنسبه لو باسي سامبل شفنا ان مومون دو ريسي يعني واحد لاكسيون اللي هي بريف واحد لاكسيون اللي هي كورت دونك نمشيو نشوفوا لا دوزيام فالور ديال لو باسي سامبل سي اون اكسيون سودان Qu'est-ce que ça veut dire action soudaine? هو واحد الحدث مفاجئ. نعطيك مثال. حنا في لا نوفيل كنمشيو بواحد الشيما ناراتيف كنمشيو بلا سيتوياسيون انيسيال كنمشيو بليليمون بيرتورباتور لي زيفينمون لا سوليسيون اي لا سيتوياسيون فينال ركز معايا مزيان على داك ليليمون ديكلونشور او بيان ليفينمون ديكلونشور هو العنصر المفاجئ دونك كيفاش ندير نعبر انا على العنصر المفاجئ وديما كتبدا بواحد الكلمه بحال بروسكومون توت اكو سودان سودانمون ايتترا فجاه جالسين ما بينا ما علينا حتى كيوقع واحد الحدث طق وهنا هذا كيتسمى اكسيون سودان يعني واحد الحدث اللي مفاجئ واحد الواقعه اللي وقعت مفاجأة جالسين ما بينا ما علينا وتوقعت داك الحاجة تخي بيان دونك بروسكومون دائما حتى في لا نوفيل انت فاش جيت تكتب هاد ليكسبريسيون كي اكسبريم ليليمون دوك ديكلونشور ضروري دير بروسكومون دير موراها واحد لافيربول عقل عليها دير توتاكو كتب موراها واحد لافيربول عقل عليها دير سودا كتب موراها واحد لافيربول عقل عليها تخي بيان Brusquement, il a fait il aperçut. Ha ou le verbe, m'sarfna, le passé simple. J'm'en verbe hada ou sel, c'est le verbe apercevoir. C'est le verbe apercevoir. J'm'y apercevoir, p'hel voir. Ou le kin m'chi voir, kin goulou, l'meha. Donc apercevoir, il y a l'meha. Y'en y p'hel li kin goulou chef, ou le kin armak, l'meha. Très bien. J'm'en l'meha une annonce. واحد الاعلان فجاه لمح واحد الاعلان اكروشي شنو هي اكروشي معلق كنقولوا حنا كروشيه تما هي الدارجه ديالنا كنقولوا كروشيه دونك اكروشي هو معلق ديكروشي هو حيدو من التعلق مثلا بغيت نحيد انا لي زابي ديالي بغيت نحيد هاد الحوايج فاش نحيدهم راني غادي نعلقهم هذيك التعليقه اللي كنقولوا نعلقهم هو لو فيرب اكروشي بغيت نلبس حوايجي وكانوا حوايجي معلقين كنهز الحويجات وكندير لو فيرب ديكروشي تري بيان دونك اكروشي يعني كنمعلق او ديسو دو لا بورت كنمعلق في لو ديسو دو لا بورت فجاه شنو لقى ولا شنو لمح ابيرسو هذيك اللمحه كيفاش كانت هي كانت واحد لاكسيون سودان و ميم طون داك اللمحه واحد لاكسيون بريف واحد لاكسيون كورت دونك هنا غير هنا غالبا بريسكومون لانها اكدت لنا على انها واحد لاكسيون اللي هي سودان تري
Très bien. Donc, هذه الحاجة الثانية. نمشي نشوف la troisième. وبغيتك تركز معايا مزيان في هاد لا troisième. Une suite d'action. هو واحد la suite d'action. كتلقى action. تبعها action. تبعها action. تبعها action. وهنا كنقولوا des actions successives ou bien la succession des idées. هنا كنقولوا واحد الاحداث اللي متتابعه ولا واحد الاحداث اللي متواليه كنقولوا عليها مثلا جيت للدار حطيت الشنطه الحدث الاول جلست توضيت الحدث الثاني صليت الحدث الثالث كليت الحدث الرابع بديت ارتحت شي شويه وبديت كنهضر مع الام ديالي الحدث الخامس كذلك نت كان بريباري الحدث السادس دونك حدث تابع حدث وهذه كتسمى اون فرونسي لا سوكسيسيون دي زيدي او بيان لا سويت دي زيدي او بيان لا سويت داكسيون دونك شنو عندي دونك غادي نلقاو دي بليزيور فيرب كي سون كونجوغي ا او باسي سامبل اللي غادي نلقاوهم مصرفين لنا في الباسي سامبل il appela très bien il appela très bien il appela شنو هي appela هي كيتصل هنا لو فيرب appeler صرفنا فاش في لو باسي سامبل il appela son compagnon son compagnon هو الرفيق ديالو ها لو فيرب الاول عيط للرفيق ديالو كوا دوتر كوري كيسكو سا في دير كوري سي لو فيرب كورير 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 هو كيجري هو كيسبق Très bien, خذ الفوكابولير خذ الفوكابولير كوري فيغ لوي اسرع ولا جرى نحوه فيغ لوي نحوه اي لو هاد لو كتعود على لو كومبانيون اي لو ساليا كيسكو سا في دير ها هو لو فيرب الثالث اي لو ساليا باغ اكزومبل كيفاش كنقول لكم انا ساليا توس سي ساليا توت Donc, quand il comme le verbe saluer, yani quand il comme tahiya. Donc, hada huwa salua. Donc, chaleureusement, yani bikaram ou la bihamas ou la biharara, yani tlqah ta wahed tahiya biharara li hiya chaleureusement. Donc, hna kanlqaw wahed la suite d'action, kanlqaw wahed la succession des idées, kanlqaw wahed la succession des événements. دونك هنا عندنا احداث متتابعه دونك هذا هو لو باسي سامبل وهذا هو لا ديفيرونس اللي كاين في الباسي سامبل هذا الفيديو بغيتي تفرقع بالبارطاج لانه الباسي سامبل ساهل وجو بونس انت كذلك اول مره غتفرج لواحد لا فيديو اللي غتفهم فيه الباسي سامبل ولا امبارفي نزل وفرقع على البارطاج وما تنساش تخلي الماكسيموم ديال لي كومونتير واللايك ديالك ما خصكش تنساها Très bien, très bien. Donc, نركزك عليك واحد الحاجة بالنسبة للباسي سامبل. وهذه هي المفاجأة اللي قلت لك إلا بقيتي في التالي ديال الفيديو غادي نعطيها لك. الباسي سامبل أخوتي وعقلوا عليها مزيان. الباسي سامبل ما كنستعملوهش لا كومينيكاسيون. عقل معايا. الباسي سامبل ما كنستعملوهش لا كومينيكاسيون. كنستعملوه غير ما كنستعملوهش في لوغال. كنستعملوه غير في ليكريتور. Pourquoi ? Parce que le passé simple est un temps littéraire. واحد الزمن اللي ادبي يعني كنستعملوه في لي ريسي كنستعملوه في لي رومون كنستعملوه في الكتابه فقط دونك نهار تلقى صاحبك صاحبتك شي واحد بغى يتبوب عليك بالفرنسي وهضر معاك بالباسي سامبل عرفو كان بو ما كيفهمش وخليه وانت داك الساعه راك صعيب عليه علاش لانه هو هضر معاك هضر ما عمر نهضر نضرب الباسي سامبل الباسي سامبل علاش حنا منوضين لكم هاد الروينه كامله عليه وخصكم تكتبوا به لانه واحد الزمان خاص بالكتابه وكنعبروا به على واحد الزمان اللي ماضي واخا بغيت نهضر انا بهاد لي زاكسيون هادو بهضره فعاوتو تستعمل الباسي كومبوزي صافي فعاوتو تستعمل الباسي كومبوزي حتى الباسي كومبوزي عنده لي ميم فالور غير هاد الباسي سامبل خاص باش بالكتابه خاص بالكريتور مي باغ كونتخ الباسي كومبوزي ولينا كنستعملوه مؤخرا في غير في لا كومينيكاسيون وكيتستعمل حتى في الكتابه مي الباسي سامبل ما كنستعملوش بتاتا في لوغال ما كنستعملوش بتا في لا كومينيكاسيون دونك تري بيان ندير مع خوتي واحد الريزومي اون بغيف نمشي لامبارفي كنستعملوه فاش
كنستعملوه في واحد لاكسيون اللي هي لونغ زيد كنستعملوه في واحد لاكسيون اللي هي ريبيتي كتعاود سي تون ابيتود واحد الحاجه اللي كتكون ابيتود باغ اكزومبل نعطي واحد المثال واحد اخر على لابيتود باغ اكزومبل توت لي سواري جو بري ا ديو يعني كل ليله كندعي الله عز وجل ولا كنصلي الله عز وجل كذلك لاكسيون ولا لا فالور الثالثه كيعبرنا على لا ديسكريبسيون واللي هو الوصف très bien بالنسبه للباسي سامبل كيعبرنا على واحد لاكسيون اللي هي بريف واحد لاكسيون اللي هي كورت كذلك الثالثه كيعبر الثانيه كيعبرنا على واحد لاكسيون اللي هي سودان واحد لاكسيون اللي هي مفاجئه قاسي ما بين معينا كيوقع الطق هذيك كنعبروا عليها بالباسي سامبل وانت خصوصا في الثالثه اعدادي خصك ضروري فاش جيت تكتب لنا ليليمون بيرتورباتور تعبر عليه باش بالباسي سامبل très bien une suite d'actions من واحد الاحداث اللي متواليه في هذه اللحظه هذه كتستعمل الباسي سامبل دونك عارف دابا راك شديتي ديال الباسي سامبل لا بارفي ما بقيتيش عارف المشكل فين عندك وكل شيء بان قدامك في الصوره كيف ما كنتي باغيه داك الاسئله اللي كانوا كيروجوا لك في دماغك جاوبت الحبيب ديالي عليهم جاوبت لاله الشريفه عليهم الا مازال عندكم شي حاجه واحده اخرى في هذا الدرس مازال ما عندكم ما فهم الضبابه فيها وتقدر نكون انا ما شفتهاش ولا شي سؤال ما جاوبتكمش عليه من خلال هذا الفيديو نزل الحبيب لي كومونتير ما ترددش فرقع لي كومونتير وخلي الاسئله ديالك غنجاوبك وما تنساش اللي عنده دي كيسيون اللي هما معمقين تواصل معايا في انستغرام راني كنكون دائما تما وما تنساش تسويفي كل شيء في انستغرام لانني تما كنحط لي ستوري تما كنقول للدراري شنو كنوجد تما كيعرفوا الكواليس اي حاجه كتحط كيكون في بالهم ولي لايف كذلك اللي كنديروا مع الوليدات كان معاك خوك يوسف فارس في هذا الفيديو نتمنى انك تكون نشطتي معنا واستفدتي وخديتي ما ينفعك الى لقاء اخر وفي فيديو واحد اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.